النقابة المغربية همنا الوحيد هو كرامة الأستاذ الباحث. تتعرفوا بأنه الأجور ديال الأساتذة التعليم العالي مجمدة من 2004، إذا تقريبا هذه 20 سنة، وهذا الشيء أثر سلبا على النفسية ديال الأستاذ، بحيث التعليم ديال الأولاد ديالو بالخصوصي تأدي مؤدى عنه، التطبيب والصحة مؤدى عنه، بحيث رجع ما تقدرش يساير الحالة الاقتصادية الصعبة ديال 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 اليومية ديال البلاد. لذا تنطلبوا من الوزارة باش تفتح واحد النقاش عاجل مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وباش نوصلوا لواحد الاتفاق اللي داروا المكتب الوطني سابقا مع الوزارة السابقة، وصلنا لواحد الحلول خصنا تنفيذا ديال ديك الحلول. أولا منها نظام أساسي فعال ومحفز للأستاذ. حنا سمعنا بأن هناك زيادات هي تكون ضعيفة جدا في هذا النظام الأساسي، حنا لا نقبلها. خص تكون زيادات مهمة، لأنه الصالير ديال الأستاذ وصل لواحد المستوى اللي ما تيقدرش يساير به المعيشة اليومية ديالو. وثانيا التعويضات، هناك تعويضات الأساتذة من 2016 مجمدة لحد الآن. لذا نطلبوا من الوزارة ديال التعليم العالي والبحث العلمي باش فتح نقاش مع المكتب الوطني النقابة الوطنية النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي. أنا حاضر في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة المغربية للتعليم العالي كممثل للتنسيقية لتنسيقية الكرامة التي تناضل من أجل تحسين الوضعية ديال الأستاذ الباحث داخل الجامعة. والأساسيين تاع التنسيقية كلهم الفاون لداء باش يحضروا لهذه الوقفة الاحتجاجية. والتنسيقية كي تذكر في البلاغ اللي دعت ليه بأنها كتسان جميع المحطات النضالية اللي كتقوم بها سواء النقابة المغربية أو النقابة الوطنية من أجل رفع الحيف عن الأستاذ الباحث أينما كان وكيف كانت الوضعية ديالو داخل السلم التعليم العالي بجامعة المغربية. وأنا مهد الموقف هذا كنحيي المجهود والنضالي ديال النقابة المغربية وكذلك ديال النقابة الوطنية من أجل دفع قدما بهذا المطلب الأساسي اللي هو الرفع ديال الأجور اللي جمدات لما يزيد عن 22 سنة داخل المؤسسة الجامعية، واللي كتضر بزاف بالقدرة الشرائية ديال الأستاذ وديال المكانة، وكتضر أيضا بالمكانة الاعتبارية ديالو داخل المجتمع المغربي. وكان ومهد ومهد المنبر كانت جميع السادة الأساتذة بالجامعة باش يكتفوا من المحطات النضالية باش نوصلوا المبتغى إن شاء الله، خصوصا حنا أمام حكومة جديدة وأمام نظام أساسي جديد اللي كتشتغل عليه الوزارة، اللي بغيناه يكون نظام محفز لجميع الفئات داخل مؤسسة الجامعة، ولا ما يمكن له غير لا يدفع قدما بالتعليم العالي داخل التعليم العالي والبحث العلمي داخل المؤسسة الجامعية. وشكرا. نحن على العهد مستمرون صامدون. ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو إلى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر آخر ديما على قناتكم المنصة.